المبادرة الخليجية. فهل يأتي قول الرئيس بأن مشاكل اليمن لا تحل إلا من الداخل بمثابة الرد المسبق على ما قد يحمله القرار؟ وما جدوى التحذير الذي أطلقه صالح من مغبة فرض القرارات من الخارج؟ إلى هذا المكان تتجه أنظار كثيرين في اليمن والعالم، مقر الأمم المتحدة في نيويورك. يترقب الجميع ما ستسر عنه المداولات الجارية فيه بشأن مشروع قرار تقدمت به بريطانيا إلى مجلس الأمن الدولي حول الوضع في اليمن. لم يتسرب الكثير عن تلك المداولات أو مواقف الدول المعنية بخصوص القرار المرتقب، إلا أن ناشطين معارضين تظاهروا أمام المبنى في محاولة للفت الأنظار إلى قضيتهم. كان في مقدمتهم توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام. جائزة نوبل للسلام اعتراف من المجتمع الدولي بانتصار سلمية الثورة، وهي الدفعة حقيقية بالثورة اليمنية، هي إعلان نهاية نظام علي عبد الله صالح. في هذه الأثناء يجري وفد من المعارضة السياسية اليمنية سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين الروس في موسكو لحثهم على اعتماد موقف أكثر إيجابية حيال القرار الأممي المرتقب. واستباقا لصدور القرار الدولي، قال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إن الحل للأزمة لن يأتي إلا من داخل اليمن، محذرا في خطاب له أمام اللجنة الدائمة للحزب الحاكم من عواقب أي قرارات قد تفرض من الخارج، وقد تؤدي إلى مزيد من الأزمة والتفرقة والخصومة السياسية بين كل أبناء الوطن. صالح طلب أيضا بضمانات دولية كشرط لتوقيعه على المبادرة الخليجية. نشتي ضمانات خليجية، واحد، اثنين أوروبية، ثلاثة أمريكية. هذه ثلاث ضمانات لابد أن ترافق المبادرة الخليجية، لأنهم الآن من ضمن الضغوط الموجودة أنه وقعوا بدون قيد أو شرط، وقعوا بعدين نبحث تزمين الآلية المزمنة. الحراك الدبلوماسي في الخارج لا يبدو أثره واضحا على التطورات في الداخل حتى الآن على الأقل، فقد تواصلت التظاهرات المنوئة للرئيس اليمني في عدد من مدن البلاد. المحتجون طلبوا المجتمع الدولي بالضغط على صالح لترك السلطة، فيما شيع آخرون جثامين عدد من رفاقهم ممن يتهمون أنصار الرئيس والقوات الموالية له بقتلهم. مظاهر التوتر الأمني المتنقل تنوعت كذلك بين استمرار إطلاق النار في العاصمة وتفجير في أحد أسواق محافظة لحج، وآخر استهدف أنبوبا للنفط في محافظة مأرب. أنور العنسي، بي بي سي.